مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا أن نتحدث بماذا تشتهر هولندا. أعزائي، كما نعلم بأن هولندا تشتهر بطواحين الهواء، إذ تحتوي على شبكة الطواحين والتي صنفت كأحد مواقع التراث العالمية من قبل منظمة اليونسكو، وهي دولة كما نعلم من دول الاتحاد الأوروبية، وهي دولة برمالية ديمقراطية يحكمها الدستور، وعاصمتها مدينة أمستردام، ومقرها الحكومي مدينة لاهاي. واسم هولندا يعود وتعود تسميته إلى الأرض المنخفضة، والتي تم تسميته تقريبا قبل زمن كبير جدا. فبالتالي أراكم في حلقة أخرى وجديدة، وإلى اللقاء.